إذا تحركت المقاعد الجامعية الأمريكية فعلى بايدن أن يفكر ألف مرة، وعلى أوروبا أن تنتظر دورها، وعلى نتنياهو أن يرتعد، لأن ما ينتظره ليس أفضل مما حصل مع من سبقوا. سارع نتنياهو لوصف الاحتجاجات بالمعادية السامية، وحرض الأمريكيين على قمعها بشدة، لأنه الانفجار الوحيد الذي يخيفه ويخيف الرؤساء الأمريكيين. الحركة الطلابية في الجامعة الأمريكية قوتها تنبع من الداخل الأمريكي، وقدرتها بالتأثير على السياسة الأمريكية تتجاوز حدود المنطق الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء. نجحت هذه المظاهرات التي خطط لها على مقاعد الدراسة الأمريكية في أن توقف الحرب الفيتنامية، وأن تسقط النظام الجنوب أفريقي، وأن تلغي نظام الفصل العنصري، وأن تمهد لأول استقالة لرئيس أمريكي في التاريخ. لذا فإن انفجار الثورة في الجامعات الغربية قادر على أن يقسم ظهر أي رئيس أمريكي، وهذا ما يفسر الوحشية في مواجهة هذه الاحتجاجات محاولة لقمعها. فلم تفرق بين طالب ولا أستاذ ولا بروفيسور ولا حتى مرشح رئاسي. أما عن سبب خوف الأنظمة الغربية من هذه الاحتجاجات فهذا ما سنحكيه لكم في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. عصفت الاحتجاجات ضد الحرب في غزة الآن بالعشرات من الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، العديد منها جامعات عريقة وتحظى باحترام كبير، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، وداعين قادة الجامعات إلى سحب استثماراتهم في إسرائيل. وعند فض الاحتجاجات قامت الشرطة الأمريكية بالقبض على أكثر من 100 طالب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، مع إيقاف العديد منهم عن العمل، ومن المحتمل أن يواجهوا الآن تهماً جنائية. هذه الاعتقالات أثارت غضب المتظاهرين وشجعتهم، حيث تجمع الناشطون الطلابيون معاً مرة أخرى في الحرم الجامعي، وقاموا بتنظيم أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شاركت في هذه الاحتجاجات المرشحة للرئاسة عن حزب الخضر، وذلك دفاعاً عن حرية تعبير الطلاب، لكن الشرطة الأمريكية لم تستثنها من الاعتقال، وقادتها مع عدد من الطلاب إلى مركز الاحتجاز. لم تقتصر هذه الاحتجاجات على الجامعات الأمريكية، بل امتدت إلى جامعات أوروبا، وذلك للتضامن مع غزة والتنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل. في فرنسا قام الطلاب بالتضامن مع الطلاب الأمريكيين ونصبوا الخيام أمام جامعة السوربون، وفي ألمانيا قام المحتجون بنصب خيام خارج مبنى المستشارية في برلين، وذلك احتجاجا على توريد ألمانيا الأسلحة إلى إسرائيل. أستراليا أيضا شهدت حراكا مشابها، فقد قام طلاب سيدني ببناء مخيمات للتنديد بالجرائم الإسرائيلية، وقام طلاب جامعة ميلبورن بالاحتجاج على ما يحدث في غزة، وتضامناً مع الطلاب الأمريكيين الذين يتعرضون للعنف في الجامعات. أما إيطاليا فقد شهدت مظاهرات في عدة جامعات، وشهدت إضراباً للطعام قام به المحتجون. في بريطانيا كانت المظاهرات حاضرة في جامعة وارويك، منددين بعلاقات جامعتهم مع الحكومة الإسرائيلية، وطالب المحتجون جامعتهم بسحب استثماراتها من المؤسسات التي تمول الحرب على غزة. لكن لماذا تخشى أمريكا احتجاجات الطلاب؟ وماذا تعني هذه الحركات بالنسبة للرؤساء الأمريكيين؟ ولماذا تخيفهم؟ أربعة غرينسبورو. أربعة شباب، وهم ييزيل بلير جونيور، فرانكلين ماكن، جوزيف ماكنيل، وديفيد ريتشموند، قاموا في فبراير من عام 1960 بتغيير التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن تواجهوا على طاولة الغداء في غرينسبورو في كارولاينا الشمالية ورفضوا المغادرة احتجاجاً على الفصل العنصري على طاولات الطعام. في غضون 3 أيام انضم إلى هؤلاء الطلاب حوالي 300 آخرين، وما هي إلا أيام قليلة حتى انتشرت الانتفاضة في أكثر من 50 مدينة في الولايات المتحدة، ونجحوا بإلغاء الفصل العنصري على طاولات الغداء. وساهمت هذه الاحتجاجات لاحقاً في إقرار قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يحظر الفصل العنصري في الأماكن العامة. وورد وكولومبيا. في ربيع عام 1968 انفجرت الاحتجاجات الطلابية في أمريكا، ثم انتقلت إلى أوروبا في جامعات متعددة.
في ذلك التاريخ استولى أكثر من 1000 طالب في جامعة هوورد التاريخية للسود على المبنى الإداري، وتحصن كثيرون آخرون في مهاجعهم وطالبوا باستقالة رئيس الجامعة، كما طالبوا بإنشاء نظام قضائي يشمل الطلاب وإسقاط الإجراءات التأديبية ضد الطلاب المشاركين في احتجاج سابق. بعد شهر واحد اندلعت الاحتجاجات مجدداً في جامعة كولومبيا، واحتلوا عدة مباني جامعية لأكثر من أسبوع قبل أن يقتحم 1000 ضابط شرطة الحرم الجامعي لطردهم. لكن الاضطرابات استمرت لبقية الفصل الدراسي، مما أدى إلى إصابة الجامعة بالشلل. احتج الطلاب على عقد وقعته جامعة كولومبيا في حقبة الحرب الفيتنامية مع مركز أبحاث الأسلحة، ونجحت الاحتجاجات بإلغائه. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ثار الطلاب في فرنسا وبولندا. في وارسو قام أكثر من 20,000 طالب بالاحتجاج ضد الرقابة الحكومية، وفي باريس احتشد نحو 20,000 شخص في جامعة السوربو، حيث حولوا السيارات إلى حواجز واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب، وذلك للإطاحة بالرئيس شارل ديغول، إلا أنهم فشلوا بتحقيق أهدافهم. الإطاحة بالرئيس. في عام 1970 خرج الطلاب من جامعة كانت بولاية أوهايو احتجاجاً على الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في فيتنام. وخلال هذه الاحتجاجات قتلت الشرطة 4 طلاب مع جرح عدد منهم. أدى ذلك إلى إضراب وطني في جميع أنحاء البلاد قاده الطلاب الأمريكيون، وأغلقت المئات من الجامعات والكليات. هذا الحدث، وبحسب مسؤولين في البيت الأبيض عملوا مع الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، تسبب بفضيحة ووترغيت التجسسية التي أطاحت بنيكسون. وأدت هذه الحادثة أيضا إلى انزلاق البلاد في انقسام سياسي حاد خلال فترة الحرب على فيتنام. أحداث جوهانسبرغ. طلاب أمريكيون في أمريكا يسقطون نظاما في جنوب إفريقيا، خبر يبدو ضربا من ضروب الخيال، ولكن كيف حدث ذلك؟ في 16 من يونيو عام 1976 بدأ الآلاف من الطلاب بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا مسيرة سلمية اعتراضا على قانون يفرض تعليم اللغة الأفريكانية. تحولت هذه المظاهرة السلمية إلى مميتة عندما هاجمتها الشرطة بالبنادق والغاز المسيل للدموع. استمرت المظاهرات وامتدت إلى دول مختلفة ضد الفصل العنصري، لتنشأ حملة واسعة النطاق قادها طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الذين حاصروا المباني وعطلوا خطب السياسيين. ومن جامعة كولومبيا إلى جامعة كاليفورنيا، حيث أجبرت الاحتجاجات المسؤولين على سحب استثمارات بمليارات الدولارات من شركات مرتبطة بجنوب إفريقيا. وبمرور الوقت ساهمت الضغوط الاقتصادية الناتجة إلى جانب عوامل أخرى في تفكيك نظام الفصل العنصري. وفي عام 1990 عندما أطلق سراح نيلسون مانديلا، قام بزيارة إلى أوكلاند وتوجه بالشكر إلى طلاب الجامعات لدورهم في التخلص من نظام الفصل العنصري. هذه كانت أبرز الأحداث التي نجحت الاحتجاجات الطلابية في أمريكا بالتأثير عليها. فهل تنجح هذه المرة وتوقف الحرب على غزة وتدين إسرائيل؟ وهل تكون الضربة القاضية لبايدن ومن معه؟